ملعب لندن الأولمبي، على بعد 100 متر منه يقع نادي الشاطئ فورمانس فيش آيلاند ريفيرا. يعمل الملهى 17 يوما فقط خلال الألعاب الأولمبية. خطرت الفكرة للانس فورمان الذي يدير إلى جانب الملهى محلا للسمك المدخن. نأمل أن يصبح نادينا جزءا من تراث الألعاب الأولمبية لعام 2012 وأن تكون له ذكرى جيدة لدى الناس. إنه يشبه زاوية خاصة تلتقي فيها الشخصيات الهامة. يأتي إلى هنا اللاعبون الذين يمكن للزوار التحدث إليهم وتناول المشروبات معهم. تعزف موسيقى متنوعة من الظهر وحتى الساعات الثانية ليلا. هناك فنان يمكن أن يرسم بورتريه لمن يرغب مقابل 50 يورو، بينما يمكن الحصول على تدليك بسيط مجانا فهو متضمن في سعر الدخول سلفا. أما بالنسبة للرياضيين المشاركين في الألعاب فالنادي مجاني، كما أنهم يحصلون على زجاجة شمبانيا عند فوزهم بميدالية. هناك ملهى آخر قريب جدا هو ذي فرنش. أبدع جدار الفناء فنان الشارع البريطاني بن آين. ينشأ خلال الألعاب مكان للأعمال الفنية في المبنى الذي كان مصنعا في السابق. هنا يخلد بن موسلي يوميا لحظات أولمبية. هذا المشغل الفني سيختفي كالنادي بانتهاء الأولمبياد الموازي. من الرائع أن تستخدم ما يجري حولك في الملعب بطريقة مبدعة. أنا أستمد قوة إبداعي من تصوير ما يحدث في اللحظة ذاتها. إلى الشرق في حي باركينغ يوجد نادي الاستجمام باركينغ باث هاوس، وهو جزء من البرنامج الثقافي الأولمبي. يتم تشغيل الحمامات التي بنيت خصيصا للأولمبياد مدة 6 أسابيع، والحمامات تشمل حديقة للاسترخاء بجانب الأحواض وحمامات الساونا. من المؤسف أن يبقى هذا المكان فترة قصيرة فقط. رائع أن تفعل شيئا مختلفا تماما، كما أن الكل هنا يبتسم. فكرة هذا النادي جيدة. حي سورديتش غربي الملعب الأولمبي، هناك تقع نوادي البوب أب، ومنها الملعب المؤقت هاكني هاوس. النوادي التي تتوسط الأبنية الكثيرة أمر عادي تماماً. وهناك موقف للسيارات تم تحويله إلى ملهى مشابه في مكان ليس ببعيد. فرع نادي الكتاب اللندني الشهير ذا بوك كلاب يقتصر دوامه على فترة الألعاب الصيفية. استغرقت عملية تحويل موقف السيارات إلى نادي يومين فقط والدخول مجاني. الاستمتاع بالرياضة هو الأهم. كانت هذه فكرة أندي مادوكس. لقد استمتعت بمشاهدة الألعاب الصيفية في بكين، لكن الأمر يختلف عندما تكون الألعاب في بلدك. عندها يتم إهمالها تماماً أو يتحمس لها الناس، وألاحظ الآن تحمس الكثيرين لها، فهناك أنواع من الرياضات لم تكن معروفة لديهم. الملعب الأولمبي في وقت متأخر من المساء، بينما ترسم البورتريهات في نادي الشاطئ، يرحل بعض مشاهدي الأولمبياد الآخرين إلى مركز المدينة كي يحتفلوا. يبعد هاوس أوف نيشنز من هنا محطة واحدة فقط بالمترو. هذا الملهى أو نادي البوب أب يحمل ألوان الأمم المتحدة. حتى 3 صباحاً يقدم موسيقي الدي جي هنا أجمل أنغام الموسيقى للمعجبين الذين جاءوا من كل أنحاء العالم.